أستاذ ميشيل، أنا عايز أعرف بقى قانونا طلاق الفرار كيف يعرف؟ هو لما نيجي نتكلم قانونا في أي حكم من أحكام الزواج أو الطلاق أو المواريث، فإن القانون واجب التطبيق فقط هو أحكام الشريعة الإسلامية بس، فما ينفعش ندخل قانون عليه. هو القانون المنزل أحكام الشريعة الإسلامية اللي هي مصادرها أولا القرآن إن لم نجد في السنة، سواء السنة القولية أو الفعلية أو إجماع الفقهاء أو القياس، تمام، مصادر التشريع. فلما بنيجي نتكلم من الناحية القانونية هي نفسها أحكام الشريعة الإسلامية، تمام، مفيش اجتهاد فيها، ما نقدرش إن احنا نجتهد أو نزود أو نفصل. كلمة طلاق الفرار معناها أو لخصها العلماء في الآتي في أربع نقاط: طلاق رجل وقت الموت فعلى فراش الموت، يبقى مش أي مرض، أن يكون هو أيقن خلاص أنه على فراش الموت، أيقن هلاكه. تمام، يعني كده؟ مفيش نية مسبقة، هو دلوقتي عارف أنه بيموت. لا، يعني أنه هو خلاص يعني في وقت مواصل لموته، يعني هو عالم، هو على فراش الموت. تمام. وكلمة فراش الموت يعني هو خلاص داخل منطقة الهلاك، يعني خلاص هو عارف أنه هو هيتوفى الله خلال فترة معاصرة، فعالم وتيقن من ذلك يعني. تمام. ودون رضاها، يبقى من غير رضا الزوجة. لكن لو برضاها ما بقاش طلاق الفرار. لا يا فندم، ما برضاها خلاص بقى، ما هو رضاها فين طلاق الفرار؟ هو كلمة فرار معناها انه على فراش موت، ودون رضاها قصد بسوء قصد ان يفقد حقها في الارث، في ارثها منه، فطلقها. هي الاصل ان ترث الزوجة طالما طلقت خلال شهور العدة، طلقة رجعية، طلقة رجعية لو خلال شهور العدة. طب بتارس، بس تكون الطلقة طلقة رجعية، مش بائنة بينونة كبرى. مش اللي هما انت طالق بالتلاتة، مش هي الطلقة التالتة، او يكون سبق وطلقها مرتين والتالتة حققها بقى هنا. تمام، تمام كده. فهنا لو الزوجة طلقت طلقة رجعية والزوج توفاه الله خلال شهور العدة، ترس في الطلقة الرجعية، مش الطلقة البائنة البينونة كبرى، لان الباقي لها بينونه كبرى، لان احتمال يرجعها، فهي بتفضل في حكم الزوجه. خلينا نستثني دلوقتي امتى ترث، ده هنتكلم فيه لاحقا. ما هو اصل احنا أصل بنقول أصل دلوقتي امتى لن ترث. ما انا بقول لحضرتك اصل طلاق مرتبط، يعني مرتبط بامتى ترث. هو كلمه طلاق الفرار مرتبط بامتى ترث، يعني اول حاجه يكون طلقها هو على فراش الموت، على فراش الموت وايقن ذلك، وايقن ذلك. تمام. تاني حاجه بدون رضاها، بدون رضاها. تالت حاجه ان يكون لها اهليه في ان هي ترث اصلا، ممكن يبقاش ليها اهليه ان هي ترث. ازاي؟ يعني ممكن يبقى زوج مسلم متزوج كتابيه مسيحيه او يهوديه. لا ترث دي، المسلم لا يرث في كتابه، الكتاب لا يرث في مسلم. تمام. فهنا ما لهاش اهليه اصلا ان هي ترث، فما ينفعش نتكلم بخصوصها في موضوع طلاق ممكن تكون مسلم تزوج بيهوديه واحتفظت بدينها خلال فتره زواجه، فهي لا ترث هنا. تمام. تمام. دول الاربع شروط. دول الشروط اللي هي المفروض تستحق بيها الميراث. فهنا جم فسروا الأئمة ليه هي تستحق الميراث، رغم ان هو طلقها ردا على سوء قصده. يعني هو الإمام ابن مالك فسر، قال هو كان سيء القصد، فردا على سوء قصده هناخد، هو والإمام ابن حنيفة قال هناخد الفترة الأطول في العدة، ما احنا عندنا مدتين في احتساب العدة، عدة المطلقة وعدة المتوفي. عدة المتوفي 4 أشهر و10 أيام، 130 يوم بالظبط، دي عدة المتوفي. اما عدة المطلقة فهي ثلاث قروء قد يكونوا 6 شهور سنة حسب احتساب دورات الحيض. تمام. فالإمام ابن حنيفة ترك المدة الأطول في احتساب فترة مدة العدة للزوجة اللي طلقها الزوج بسوء قصد عشان يهدرها حقها في الميراث، في ميراثها منه، عشان يديها حق ان هي ترث. لا تاني، دي عشان دي نقطة مهمة جدا، اتفضل. الزوج بسوء قصد. أيوة. وهو على فراش الموت، يعني هو بنية وحشة ودون إرادة الزوجة. أيوة. أراد أن يفقد حقها في الميراث. حلو. فرح مطلقها. فرح مطلقها. رد الإمام مالك على هذا الكلام، قال إن هي حد سيء القصد، فإحنا يعني تكون فتوى الدين على عكس قصده. هكذا الإمام ابن حنيفة قال يعني هنحتسب له. نيتك وحشة إن هي ما تورش، طب إحنا هنقول إن هي ترث بالظبط كده. فالإمام ابن حنيفة كان ليه قصد تاني، قال أيد ذلك الكلام وقال ترث، وقال عشان نخللها حقها إن هي ترث، فهنا بنحتسب بنشوف المدة الأطول، أي الأجلين أطول، نحتسب لها مدة العدة اللي هي بتاعة المتوفي لـ4 أشهر و10 أيام،
او ايهم اطول بقى، ممكن تكون العده الثانيه اللي هي عده المطلقه اللي هي ثلاث قروء. الثلاث قروء طبعا هنا المحكمه بتحسب موضوع الثلاث قروء بحلفان الزوجه، بتفتكر من ضمير الزوجه، ما طبعا فيش حاجه ثانيه نوصل ثاني بيها. فالثلاث قروء قد يكونوا 6 شهور وقد يكونوا سنه. ثلاث قروء زي ما تكون. هنشوف هنا بقى انهي مده اطول، الثلاث قروء ولا ال 130 يوم بتاع عده المتوفي. عادة المتوفي 4 أشهر و10 ايام. احنا ليه عايزين ناخد المده الاطول؟ عشان نديها ان هي فرصه ان هي ترس. يعني دي مش احنا قلنا ان هي بترس ترس خلال شهور عدتها. ما هي لو عدت شهور عدتها ما هي لا ترس. هو مكر بيها ولكن الاسلام وقف في حقها. طب انا ممكن اسال سؤال.